السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة التعليم التجاري والتعليم الفندوي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرسة، ودرس جديد من مادتنا الجميلة جدا، مادة قانون العمل والتأمينات الاجتماعية. طبعا في بداية الحلقة احنا متعودين من الحلقات اللي فاتت بنبدأ بجزء مراجع على جزء قوانين العمل، وأعيد تاني وأكد شكل الامتحان. شكل الامتحان عندنا بيبقى مقسم لثلاث أجزاء: قانون العمل والتأمينات، الجزء الثاني قانون الخدمة المدنية اللي احنا شغالين فيه، الجزء الثالث قانون التأمينات والمعاشات اللي هي في الجزء العملي اللي بإذن الله هيبقى في الحلقات القادمة. طيب احنا في الحلقة دي زي ما احنا معودينكم مقسمين الحلقة لمجموعة الأسئلة اللي انتوا بعتوها لنا على القناة وعايزين إجابتها، والجزء الثاني عندنا في قانون الخدمة المدنية. النهاردة إن شاء الله في طلبة كتير بعتت أسئلة عشان نسألها. إحنا بنقول ونأكد تاني إحنا موجودين عشان نجاوب على الأسئلة بتاعتك، حتى لو كانت الأسئلة تم شرحها قبل كده ابعت وبعت لنا الأسئلة وإحنا هنجاوبها لك. طبعا إحنا مبسوطين لأن كمان الأسئلة من كتاب المدرسة. طيب النهاردة بإذن الله هنبدأ حلقتنا بالجزء اللي احنا معودينكم عليه، جزء المراجعة على قوانين العمل. نجهز الورقة ونجهز القلم ونكتب الأسئلة دي، لأن دي كمان حل أسئلة الكتاب. يعني الطلبة اللي بعتت الأسئلة دي أسئلة الكتاب على الجزء الخاص بقانون العمل. تعالى كده وتعالي وجهزي ورقتك وجهزي ورقك وقلمك وتعالي نشوف مع بعض النهاردة الأسئلة بتاعتنا إيه في بداية الحلقة. طبعا زي ما احنا متفقين دي أسئلة كتاب المدرسة. نشوف أول سؤال عندنا. السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من نقط في المية وفاء لما يكون قد اقترضه من مال، ولا يحتسب عليه نقط على هذا القرض. طيب احنا هنقول الكلمات الإجابة وهشرح لك وفكرك بموضوع القرض ده. بص، العامل ببساطة كده، العامل من حقه ان هو يطلب قرض من صاحب العمل. طيب هل صاحب العمل مجبر ان هو يديله القرض؟ لا طبعا مش مجبر، لكن احنا بنتكلم في حالة موافقة صاحب العمل. ايه اللي هيكون هيتم خصم الاجر القرض ازاي؟ قلنا القانون قال لا يجوز خصم اكثر من 10%. كام؟ 10% من أجر العامل لقاء القرض. وكلمة لقاء هنا معناها وفاء أو مقابل للقرض. يبقى القرض ما خصملوش أكتر من كام؟ برافو عليكم، 10%. لكن في شرط مهم جدا القانون حطه. قال لي بقى القانون؟ قال لابد أن يكون القرض حسن. تاني، لابد أن يكون القرض حسن. يعني إيه حسن يا مستر؟ يعني بدون فوائد. يعني العامل هياخد من صاحب العمل 1000 جنيه، هيردهم له كل شهر من أجره بنسبة 10%، وهم الـ1000 جنيه. أي بمعنى أن القرض يكون حسن ويكون بدون فوائد. يبقى إجابة السؤال عندنا أن القرض بيتخصم له 10% منين؟ من أجر العامل. وكمان أن القرض لازم يكون قرض حسن. كلمة حسن أي بدون فائدة، يعني صاحب العمل ما يزودش أي فائدة على القرض اللي هيديه للعامل. ده كان السؤال الأول. تعال نبص مع بعض على السؤال الثاني: لا يجوز تشغيل العامل فعليا أكثر من نقط ساعات في اليوم الواحد ونقط ساعة في الأسبوع. طبعا الإجابة هي 8 ساعات في اليوم و48 ساعة في الأسبوع. برضو يعني القانون إجا نظم تاني، القانون نظم عدد ساعات العمل للعامل. أنهي قانون؟ برافو عليكم، قانون العمل. قال إيه؟ قال لا يجوز تشغيل العامل فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم. يعني العامل القانون حدد له كم ساعة؟ 8 ساعات في اليوم، أو في الأسبوع 48 ساعة. يعني ما تزيدش في الأسبوع كله عن 48 ساعة. حد هيسأل ويقول لي طب افرض صاحب العمل
عايز يشغل العامل وقت غير الثمان ساعات. ده بقى بنسميه ايه؟ الوقت الاضافي. يعني ايه الوقت الاضافي؟ القانون قال عدد ساعات العمل 8 ساعات. صاحب العمل لو عايز يشغل العامل وقت اضافي هيديله اجر الزيادة. هيديله اجر الزيادة عن الاجر اللي هو بياخده. طب ازاي؟ القانون كان صريح في النقطة دي، قال لو صاحب العمل شغل العامل وقت اضافي نهاري، يعني بالنهار، هيديله 35% من الاجر. طب لو شغله ليلا، وكلكم فاكرين كلمة ليلا في قانوننا اللي هي من الساعة 7 مساء للسابعة صباحا، هياخد كام؟ هياخد 70% من الاجر. يبقى نقول تاني، عدد ساعات العمل الفعلية كم ساعة؟ برافو عليكم، 8 ساعات في اليوم او 48 ساعة في الاسبوع. دي اجابة السؤال التاني. تعال نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده. اذكر الرأي القانوني في المواقف الاتية. طبعا سؤال الرأي القانوني ده سؤال اساسي في الامتحان، عليه 10 درجات. هفكرك وفكرك تاني، الورقة والقلم، اجابتنا في السؤال ده بتبقى يا اما نقول قانوني او غير قانوني، او يجوز او لا يجوز. هو السؤال عايز ايه؟ السؤال هنا مش صح وغلط، امال ايه؟ السؤال عايز رأي القانون هنا ايه؟ هل الموقف ده قانوني ولا غير قانوني، او يجوز او غير يجوز؟ وخلي بالك في الحالتين لازم اقول السبب. يعني ايه؟ يعني لو قلت قانوني اقول قانوني ليه، ولو قلت غير قانوني اقول برضو غير قانوني ليه، عشان ناخد درجتنا كاملة. طيب تعال نشوف اول حالة معانا في الرأي القانوني. اول حالة بتقول قام صاحب عمل بتخفيض اجر العاملين لديه لظروف اقتصادية بدلا من اغلاق المنشأة. تاني، قام صاحب عمل بتخفيض اجر العاملين لديه لظروف اقتصادية بدلا من اغلاق المنشأة. يعني ايه؟ احنا عندنا في جملة مشهورة جدا وقدناها في الحلقات اللي فاتت، بنقول ايه؟ استحدث قانون رقم 12 لسنة 2003 حق نقط وحق نقط، حق الاضراب وحق الاغلاق. حق الاضراب ده للعامل، حق الاغلاق لصاحب العمل. يعني ايه اغلاق؟ اذا كان صاحب العمل ده بيمر بظروف اقتصادية صعبة او حالته الصحية لا تسمح بمباشرة عمله، القانون اداله الحق باغلاق المنشأة، ان هو يغلق المنشأة، وطبعا دي ليها اجراءات. طيب رجع القانون طبعا حرصا من القانون على العاملين، لان لو تم اغلاق المنشأة مجموعة كبيرة من العاملين هيبقوا هنا فاقدين للعمل بتاعهم. فالقانون كان حريص، ادى لصاحب العمل حاجة اسمها بدائل الاغلاق. تاني، اداله حاجة اسمها بدائل الاغلاق، وخلي بالك مهمة جدا. ايه بدائل الاغلاق؟ يعني بيقول لصاحب العمل بدل ما تغلق المنشأة هسمح لك ببدائل مؤقتة. تاني، مؤقتة، لا اما ظروفك الاقتصادية تتحسن البدائل دي هتمشي. ايه بقى هي البدائل دي؟ اول بديل تعديل عقد العمل. وخلي بالك القانون كان لا يمكن في الظروف الطبيعية من حق صاحب العمل ان هو يعدل العقد، ده ممنوع، لكن في حالة الاغلاق ممكن يعدله. طب هيعدله ازاي؟ بص بقى يعدله ازاي، ينقله من وظيفة لوظيفة تانية او يقلل اجره. طبعا لو قلل اجري وانا مش عايز بسيب الشغل وامشي وباخد حاجة اسمها مكافأة الاغلاق، لكن القانون مدي الحق لصاحب العمل ان هو يعدل عقد العمل، سواء بقى بتقليل الاجر او نقل العامل او الحق العامل بعمل اخر غير اللي مكتوب في العقد، كل دي اسمها بدائل الاغلاق. الحالة اللي قدامنا بتقول ايه؟ صاحب عمل بيمر بظروف اقتصادية صعبة، يعني في حالة اغلاق، خفض اجر العاملين بدلا من الاغلاق. في الموقف اللي زي ده بنقول الاجابة قانوني، يعني الكلام ده قانوني، من حق صاحب العمل يخفض. ليه؟ لانها من بدائل الاغلاق. تاني، يجوز وقانوني. قانوني ليه يا مستر؟ لانها من بدائل الاغلاق. تعال نشوف مع بعض الموقف التاني. حدث نزاع بين عامل وصاحب عمل، فقام صاحب العمل بتوقيع جزاء تأديبي على العامل دون الاستماع لأقواله. تاني السؤال، حدث نزاع بين عامل وصاحب عمل،
فقام صاحب العمل بتوقيع جزاء تأديبي على العامل دون الاستماع لأقواله. بمعنى ايه؟ احنا طبعا عارفين ان في حاجة اسمها جزاءات بيتم توقيعها على العامل. فالموقف اللي قدامنا بيقول ايه؟ طبعا من حق صاحب العمل يوقع جزاءات. انا سامع حد بيقول برافو عليكم ما عدا عقوبة واحدة يا مستر، ايه هي؟ الفصل من الخدمة. يعني ايه؟ يعني الفصل من الخدمة ليس من اختصاص صاحب العمل، امال من اختصاص مين؟ من اختصاص حاجة اسمها الجهة المختصة. لكن الموقف اللي قدامنا ده بيقول ايه؟ حصل نزاع، حصل خلاف بين عامل وصاحب عمل، صاحب العمل قام بتوقيع عقوبة على العامل دون الاستماع لأقواله. طبعا هنا الموقف غير قانوني ولا يجوز. ليه؟ من شروط توقيع الجزاء الاستماع والتحقيق مع العامل، لازم اسمع اقوال العامل، لازم يتم تحقيق، والتحقيق هنا ايه؟ كتابة، حتى لو كانت العقوبة انذار. كتابة يعني ايه؟ بنكتب تحقيق، بنسمع اقوال العامل، والله العامل يستحق الجزاء بنديله الجزاء. لكن الموقف اللي قدامنا هنا غير قانوني. طب غير قانوني ليه؟ لابد من التحقيق مع العامل والاستماع لأقواله. لا عقوبة دون تحقيق، مفيش عقوبة تتم أو جزاء يتم توقيعه على أي عامل إلا بعد الاستماع. وكلمة الاستماع لأقواله يعني إيه؟ التحقيق مع العامل، وكمان التحقيق لازم يكون كتابة. تعال نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده. لمواجهة ضربات عمل غير عادية، اضطر صاحب عمل لتشغيل العمال ليلا مقابل 50% بالإضافة إلى أجرهم الأصلي. تاني، وهات الورقة والقلم واكتب السؤال واكتب الإجابة. لمواجهة ضربات عمل غير عادية، اضطر صاحب عمل لتشغيل العمال ليلا مقابل 50% بالإضافة إلى أجرهم الأصلي. يعني إيه بقى الموقف؟ صاحب عمل مطلوب منه طلبية، مطلوب منه إنتاج زيادة، فاضطر إن هو يشغل العمال وقت إضافي. وقت إضافي إمتى؟ ليلا. وأنا لسه قايل الوقت الإضافي نوعين، وقت إضافي نهاري، وده الأجر بيساوي 35% على كل ساعة هشتغلها. أما الوقت الإضافي الليلي 70%. هو هنا بقى صاحب العمل إيه؟ شغلهم وقت إضافي وإداهم 50%. طبعا الكلام ده إيه؟ برافو عليكم، غير قانوني ولا يجوز. لا يجوز ليه؟ هو عايز الرقم بقى. لا يجوز لأن الوقت الإضافي الليلي 70%. تاني، لا يجوز لأن الوقت الإضافي الليلي 70%. يبقى في الموقف اللي قدامنا كده غير قانوني ولا يجوز. أقول له لا يجوز ليه أو غير قانوني ليه؟ لأن الوقت الإضافي الليلي حدده القانون ب70% على كل ساعة من أجل العامل. دي كانت مجموعة أسئلة الرأي القانوني. برضو في ناس بعتت لنا أسئلة تانية، تعال نشوفها مع بعض. السؤال اللي بعد كده، اذكر الفرق بين درس الأجازات. ده من الدروس المهمة جدا 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 في قانون العمل. اذكر الفرق بين الأجازة العارضة وأجازة المخالطة. تاني، اذكر الفرق بين الأجازة العارضة والأجازة المخالطة. أما يقول لك في الامتحان اذكر الفرق بين الاثنين، يعني قول له دي وقول له دي، اكتب اللي انت تعرفه عن الاجازه دي وتعرفه عن الاجازه دي. نبدا باول اجازه، الاجازه العارضه. الاجازه العارضه او ساعات لها اسم تاني بنسميها الاجازه الطارئه. طيب القانون قال ايه في الاجازه العارضه؟ قال لكل عامل اجازه عارضه مدتها 6 ايام. مدتها كام؟ 6 ايام، بحد اقصى يومين في المرة الواحدة. تاني، لان في ناس دلوقتي ممكن تتلخبط، حد هيقول لي لا ده انا بابايا موظف وبياخد اجازة عارضة 7 ايام. اقول له انت صح، بس احنا هنا بنتكلم على ايه؟ رفع عليكم على قانون العمل. يعني بتكلم على مين؟ على العامل. العامل الذي يعمل في منشأة خاصة وخاضع لقانون العمل، القانون حدد له الاجازة العارضة مدتها قد ايه؟ 6 ايام، بحد اقصى يومين في المرة الواحدة. والأجازة دي تحسب أو تخصم من الأجازة السنوية ولا تخصم من الأجر. يبقى الأجازة العارضة في جملة هي مدتها 6 أيام، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة. دي بالنسبة للأجازة العارضة. أمال يعني إيه أجازة المخالطة؟ أجازة المخالطة دي نوع من أنواع الأجازات المرضي،
واحنا كلنا عارفين ان الاجازه المره دي بياخدها الشخص المريض، الا في اجازه المخالطه مين اللي بياخدها؟ الشخص السليم. ازاي يعني الشخص السليم هياخد؟ طبعا هياخد اجازه. ليه؟ هي اسمها ايه؟ اجازه مخالطه. القانون بيقول من حق طبيب التامين الصحي او الوحده الصحيه اعطاء العامل ما قالش المريض، اعطاء العامل المخالط لمريض بمرض معدي. يعني ايه؟ يعني في عامل سليم عنده عدوى في البيت او اي مرض معدي، العامل السليم ده بنديله اجازه، والاجازه دي كمان مفتوحه يعني ملهاش مده ومدفوعه الاجر. طب لامتى؟ حتى يشفى او تستقر حالته. يبقى اجازه المخالطه اجازه بيحددها التامين الصحي للعامل المخالط لمريض بمرض معدي، والاجازه دي مفتوحه ومدفوعه الاجر. طيب يبقى دي اجازه العارضه واجازه المخالطه. الفرق بين كمان اجازه الوضع واجازه رعايه الطفل، اجازه الوضع واجازه رعايه الطفل. طيب طبعا الاجازتين القانون اما يجي القانون قانون العمل راعى الجانب الاجتماعي، حتى احنا بنقول من اهميه قوانين العمل تستمد تشريعاتها من المجتمع. يعني ايه؟ الاجازتين دول يخصهم المراه العامله والخاضعه لقانون العمل. اجازه الوضع، اجازه الوضع القانون حددها في 4 نقط. تعالى كده مع بعض نفتكر النقط دي، لازم نعرف مدتها ونعرف تستحقها كم مره وشروطها ايه. كمان القانون قال تستحق العامله اجازه وضع مدتها 90 يوم. يبقى اجازه الوضع للعامله او السيده او المراه التي تخضع لقانون العمل مدتها قد ايه؟ 90 يوم. تحصل عليها كم مره؟ تحصل عليها مرتين فقط طوال الخدمه. تاني اجازه الوضع مدتها قد ايه؟ برافو عليكم 90 يوم. العامله هتحصل عليها كم مره؟ مرتين فقط طوال الخدمه. هل ليها شروط؟ طبعا ليها شرط مهم جدا، ان تكون امضت العامله، امضت هنا يعني قعدت في الشغل على الاقل 10 شهور. يعني هي مش هتاخد اجازه الوضع دي الا لما تكون قعدت في الشغل بتاعها ده 10 شهور على الاقل. النقطه الرابعه اللي في اجازه الوضع، لا يجوز ودي بتيجي في الامتحانات على طول، لا يجوز تشغيل العامله خلال 45 يوم التاليه للوضع. تاني لا يجوز تشغيل العامله خلال 45 يوم التاليه للوضع. ده بالنسبه لاجازه الوضع. اما اجازه رعايه الطفل اللي بنسميها كمان برافو عليكم اجازه بدون اجر، يعني الاجازه دي هي الاجازه الوحيده اللي عندنا في اجازات قانون العمل اللي بدون اجر. يعني ايه بدون اجر؟ يعني العامله هتاخد الاجازه لكن ما عليهاش اجر. طيب الاجازه دي ليه؟ هي اسمها ايه؟ اجازه رعايه الطفل. يبقى اكيد العامله محتاجه اجازه رعايه الطفل دي عشان ترعى طفلها الرضيع. طب القانون حددها ازاي؟ القانون قال للعامله الحق في اجازه لرعايه طفلها مدتها 2 سنين. يبقى مده الاجازه كام؟ 2 سنين. تستحقها مرتين طوال الخدمه. يعني الجمله كده على بعضها، تستحق العامله اجازه لرعايه طفلها مرتين بحد اقصى 4 سنوات في المرتين، كل مره 2. طيب الاجازه دي فيها نقطتين مهمين جدا. اجازه رعايه الطفل تحسب من مده خدمه العامله او من مده خبرتها. يعني ايه الجمله دي؟ يعني بالمعنى الصريح كده اجازه رعايه الطفل هي اجازه بدون اجر لكن لا تنفي صله العامله بالمنشاه. تاني اجازه رعايه الطفل لا تنفي صله العامله بالمنشاه، يعني مش العامله اخذ اجازه لرعايه طفلها كده معناه ان هي علاقتها بالمنشاه انقطعت. لا طبعا. ليه؟ لان صاحب العمل بتحمل التامينات بتاعه العامله دي خلال الفتره. طيب كمان فيها نقطه، هل من حق الاجازه دي صاحب العمل يقول لا يعني يرفض الاجازه دي؟ في حاله واحده بس. ايه هي؟ القانون قال اذا كان عدد العاملين في المنشاه اقل من 50 عامل من حق صاحب العمل رفض الاجازه دي. تاني اذا كان عدد العاملين في المنشاه اقل من كام؟ اقل من 50 عامل من حق صاحب العمل هنا رفض الاجازه. طب بتيجي ازاي يا مستر؟ هيجي يقول لك كده رفض صاحب عمل اعطاء عامله اجازه لرعايه طفلها او اجازه بدون اجر بحجه ان عدد العاملين 40 عامل
اقول له هنا الموقف قانوني ويجوز لان عدد المنشأة اقل من 50 عامل. الجزء بتاع الاسئلة اللي احنا قلناه ده، الجزء ده مراجعة على قوانين العمل اللي مش عايزين ننساها. احنا شغالين في القانون المدني، لكن احنا كل حلقة بنراجع جزء على قوانين العمل، وبعد كده بنتكلم على قانون الخدمة المدنية اللي هو قانون 2000، قانون رقم 81 لسنة 2016. احنا اتكلمنا في الجزء اللي فات في قانون الخدمة المدنية، اتكلمنا يعني ايه بعض المصطلحات اللي هو الباب الاول في قانون الخدمة المدنية، احكام الوظائف، وقلنا تعريف بعض المصطلحات، يعني ايه سلطة مختصة، يعني ايه الوحدة، يعني ايه الوظائف القيادية، يعني ايه الوظائف الاشرافية، يعني ايه موظف، يعني ايه الاجر الوظيفي، يعني ايه مكمل الاجر، يعني ايه كامل الاجر. كل ده اتكلمنا عليه في الحلقات اللي فاتت. النهاردة ان شاء الله باذن الله هنتكلم في الجزء بتاعنا في قانون الخدمة المدنية عن الاجر والعلاوات والاجازات اللي بيستحقها الخاضعين والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. تعالى كده مع بعض نشوف درس النهاردة بيتكلم على ايه. قانون الخدمة المدنية عندنا النهاردة جزء مهم جدا، بنتكلم على الأجور والعلاوات. قانون الخدمة المدنية عمل باب مخصوص للأجور والعلاوات عشان الكلام يبقى واضح فيه. طبعا القانون القديم كان فيه بعض الثغرات، اجى القانون الجديد اللي هو قانون رقم 81 لسنة 2016 اللي هو بنسميه قانون الخدمة المدنية. وتاني اوعى تنسى في ناس يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية وناس لا يطبق عليهم القانون. افكرك جميع العاملين في الوزارات يطبق عليهم القانون، العاملين في الحكم المحلي يطبق عليهم القانون، الهيئات العامة ما لم تنص مادة اخرى ان هم يخضعوا لحاجة تانية. لكن اللي اهم من كده بقى الفئات المستثناة من تطبيق القانون. يعني ايه مستثناة؟ يعني الفئات دي غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية، ومن اهمهم اتنين، المعلم والطبيب. عشان لو جالك سؤال في الامتحان وقال لك كده المعلم يخضع لقانون الخدمة المدنية او يخاطب بقانون الخدمة المدنية، اقول له الاجابة خطأ. المعلم او الطبيب، طبعا المعلم والطبيب لهم قانون اسمه قانون الكادر الخاص. طبيب المعلم قانون 155، ده قانون الكادر الخاص. طيب تعال نشوف مع بعض كده العلاوات والاجر اللي هنتكلم عليه. بنبدأ ب الأجور والعلاوات في قانون الخدمة المدنية. العلاوة الدورية طبعا من اسمها كده، طبعا ده رسم توضيحي ليها، بعد كده هنتكلم عليها في شكل بسيط كده. العلاوة كام؟ 7% من الأجر الوظيفي. الله، هو يعني ايه مستر الأجر الوظيفي؟ طبعا احنا قلنا الأجر الوظيفي عبارة عن، افكرك تاني بكلمة الأجر الوظيفي، عبارة عن الأجر المحدد في الجداول، الجداول اللي مرفقة بقانون الخدمة المدنية مضمومة عليه العلاوات. يعني ايه كلمة الأجر الوظيفي؟ الأجر اللي موجود في الجدول، يعني الدرجة الرابعة على كذا، الدرجة التالتة، زائد او مضموم عليه العلاوات، باخد منهم العلاوة الدورية 7%. خلي بالك 7%. ليه بقى بنقول كده؟ هيجي لك سؤال في الامتحان يقول لك ضع علامة صح او خطأ. يستحق المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية قيمتها 7 جنيه. اوعى تقول 7 و7 تبقى صح، لا طبعا تبقى خطأ. ليه؟ دي 7 جنيه، اما العلاوة نسبة مئوية، مقدارها كام؟ 7%. تاني يبقى العلاوة الدورية كام في المية؟ برافو عليكم 7%. طب هناخدها ازاي؟ تعال نشوف كده مع بعض. لازم انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، يعني لازم اكون قعدت سنة، او انقضاء سنة من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. يعني لازم عشان ابتدي اطلب علاوة دورية او تنزل لي علاوة دورية لازم اكون قعدت سنة في الشغل، او العلاوة الدورية التانية لازم يكون عدى عليها سنة. وطبعا الاولى بتتحسب، كلنا بنحسبها من يوليو من كل سنة. طيب تعالى كده نبص توضيح اكتر للعلاوة الدورية. يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الاول من يوليو. طب ليه يا مستر الاول من يوليو؟ عشان دي السنة المالية بتاعتنا، والموازنة العامة بتبدأ من شهر يوليو. يبقى يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الاول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة او من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة كام؟
7% من الاجر الوظيفي. في ناس قاعده قدامي بتقول لي احنا مش فاهمين، اوضحها لك كده ببساطه. القانون قال يستحق الموظف علاوه دوريه قيمتها نسبتها كام؟ برافو عليكم، نسبتها 7%. طيب شرطها ايه؟ شرطها ان انا اكون قعدت في الشغل سنه كامله، يعني انا النهارده مستلم الشغل مش هينزل لي علاوه لما اكون قعدت في الشغل قد ايه؟ سنه كامله، او مش هاخد العلاوه الدوريه الثانيه الا لما اكون كملت سنه بدايه من شهر يوليو. يبقى احنا هنا عندنا العلاوه الدوريه كام؟ برافو عليكم 7% بتستحقها الموظف بشرط ان هو يكون قعد سنه في العمل، سنه في الوظيفه بتاعته، او لو هيستحق علاوه دوريه ثانيه لازم برضه يكون عدى عليها سنه. اهم حاجه عندنا نسبه العلاوه الدوريه كام؟ 7%. طب في علاوات ثانيه؟ اه طبعا عندنا العلاوات الثانيه، العلاوه التشجيعيه. يعني اولا من اسمها كده علاوه تشجيعيه، يعني ايه؟ اه دي مرتبطه بحاجه. اصل العلاوه، بص العلاوه الدوريه هي اسمها علاوه دوريه، يعني بصفه دوريه ومنتظمه ما بتخضعش لاي شروط وكل الموظفين بياخدوها. اما العلاوه التشجيعيه من اسمها كده اكيد العلاوه دي مرتبطه بمجهود زياده، بعمل زياده، باجتهاد في الشغل. طيب هل العلاوه التشجيعيه ديت لها نسبه زي العلاوه الدوريه؟ اه طبعا، احنا قلنا العلاوه الدوريه كام؟ 7%. اما العلاوه التشجيعيه نسبتها 5% من اجر الوظيفي. تاني، العلاوه الدوريه هي كام؟ 7%. اما العلاوه التشجيعيه، العلاوه التشجيعيه 5%. نخلي بالنا دول نسب مش مبالغ، عشان برضه ما يجيب لناش ويقول لنا يستحق الموظف علاوه تشجيعيه قيمتها 5 جنيه من اجر الوظيفه، اقول له لا غلط، هي مش قيمتها 5 جنيه، هي قيمتها كام؟ 5%. او علاوه دوريه 7 جنيه، اقول له لا غلط، امال ايه الصح؟ هي نسبه مئويه. تاني، العلاوه الدوريه 7% والعلاوه التشجيعيه 7%. طيب هل اي حد يستحق العلاوه التشجيعيه؟ لا طبعا. تعال نشوف كده مع بعض شروط استحقاق العلاوه التشجيعيه. ان تكون كفايه الموظف قد حددت بمرتبه كفء على الاقل عن العامين الاخرين. تاني، ان تكون كفايه الموظف قد حددت بمرتبه كفء على الاقل عن العامين الاخرين. في حد هيقول لي الكلام ده صعب قوي، ولا صعب ولا حاجه. في عندنا حاجه احنا في القانون الجديد اسمها ايه؟ التقارير. التقارير دي تقارير سنويه. هو هنا يعني كفاءه الموظف ده لازم ياخد حاجه اسمها كفء عشان ياخد العلاوه التشجيعيه، اول شرط ليها اخر سنتين ليه على الاقل يكون كفء، وكفء دي درجه من درجات التقارير السنويه. يبقى اول شرط انه يكون ايه؟ كفء على الاقل في السنتين الاخيرتين. طيب ايه الشرط الثاني للعلاوه التشجيعيه؟ الا يمنح هذه الموظف العلاوه اكثر من مره كل 3 سنوات، يعني ما ينفعش ياخدها كل سنه ولا كل سنتين. طبعا اقل حاجه 3 سنوات بين العلاوه والعلاوه. عكس مين؟ برافو عليكم، عكس العلاوه الدوريه. العلاوه الدوريه كل سنه ابتداء من شهر يوليو. اما العلاوه التشجيعيه اول شرط فيها ان يكون الموظف قد حاز على درجه كفء على الاقل في اخر سنتين. الشرط الثاني، وده شرط مهم جدا، ان العلاوه التشجيعيه دي على الاقل هتتاخد مره كل 3، على الاقل مره كل 3 سنوات. بس ما حدش يفهم هنا ان هي لازم تتاخد كل 3 سنوات، لا، ده احنا بنقول على الاقل الفرق بين العلاوه 3 سنوات، ممكن بعد 5، بعد 6، بعد 7، حسب قرار السلطه المختصه. تاني، حسب قرار السلطه المختصه، لان السلطه المختصه هي اللي بتحدد العلاوه التشجيعيه. طب فيها شرط كمان؟ اه فيها شرط مهم جدا، الا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوه في سنه واحده على 10% من عدد الموظفين. يعني ايه يا مستر؟ الوحده، واحنا قلنا قبل كده تعريف الوحده وفقا لقانون الخدمه المدنيه، هي قد تكون الوحده دي بتدل على مكان، ممكن تكون الوحده هيئه، محافظه، ممكن تكون جهه، الوحده دي مكان. بيقول لك ايه بقى؟ ما ينفعش ياخدوا اكتر من 10%، ما ينفعش ياخدوا زياده عن 10% من عدد الموظفين. بمعنى لو عندي وحده فيها 100 موظف، ما ينفعش ياخد اكتر من 10 عمال او 10 موظفين ياخدوا العلاوه التشجيعيه. طب ليه؟ لان القانون هو اللي قال كده، ما ينفعش
ازود فوق العشر نسبة العشرة في المية. يبقى تاني نلخص كده الموضوع، اهم حاجة عندنا لازم نعرف النسبتين، العلاوة الدورية كام؟ برافو عليكم 7%. العلاوة التشجيعية كام؟ 5%. يبقى العلاوة الدورية 7%، العلاوة التشجيعية 5%. العلاوة التشجيعية لها شروط؟ لها شروط، ان يكون التقدير بتاعه اللي هياخده على الاقل كان كفء لمدة سنتين، والفرق بين العلاوة التشجيعية والعلاوة التانية لنفس الموظف لا تقل عن 3 سنوات. بمعنى فعشان السنة دي اخد علاوة تشجيعية، السنة اللي بعدها اخد علاوة تشجيعية، ما ينفعش اللي بعدها، لا لازم على الاقل يكون فات على اخر علاوة تشجيعية انا خدتها برافو عليكم 3 سنوات. الشرط الثالث ان العلاوة التشجيعية دي لما نيجي نديها ما تزيدش عن نسبة 10% من عدد الموظفين في الوحدة. طيب تعالى كمان نشوف الاجازات، يعني ايه الاجازات؟ طب ما انت لسه يا مستر متكلم على الاجازات دلوقتي. لا خلي بالك وخلي بالك، احنا هنا بنتكلم على ايه؟ برافو عليكم قانون الخدمة المدنية. الاجازات اللي كنا بنتكلم عليها قانون العمل. طب ما احنا كده يا مستر هنتلخبط. لا مش هنتلخبط، لسبب بسيط جدا. احنا قلنا في اول الحلقة امتحان قانون العمل بيراعي الطالب وعامل ايه؟ مقسم المنهج. يعني لما يجي لك سؤال او يجي لك الجزء الخاص بقانون العمل، يبقى هنا بيتكلم على العامل واجازات العامل والجزاءات اللي بتجوز توقيعها على العامل. اما الجزء بتاع الخدمة المدنية يبقى احنا بنتكلم على الموظفين المخاطبين ايه بقانون الخدمة المدنية. عشان كده هو في الامتحان بيكتب لك فوق ده جزء انهي قانون، لان انا معاك دي اجازات ودي اجازات، بس في قانون العمل تخص العامل، في قانون الخدمة المدنية تخص الموظف. طيب تعالى نتفرج كده مع بعض ونشوف الاجازات اللي بيتكلم عنها قانون الخدمة المدنية. انواع الاجازات عنده نوعين. قانون الخدمة المدنية قال ان الاجازات نوعين، اجازة باجر واجازة بدون اجر. تاني القانون قال ان في اجازة هتبقى باجر كامل، يعني الموظف هياخد اجازة وياخد عليها اجر كامل، ونعرف انواع الاجازات دي. في اجازات تانية الموظف من حقه الاجازة بس دي هتبقى بدون اجر. يبقى لما يجي لنا سؤال اكمل كده، تنقسم الاجازات في قانون الخدمة المدنية الى اجازات نقط ونقط، اقول له ايه؟ اجازات باجر كامل واجازات بدون اجر. طب تعالى نشوف مع بعض كده، قبل ما نقول الاجازات القانون قال كم نقطة كده مهمة جدا قبل ما بدأ بها الاجازات. تخفيض عدد ساعات العمل، يعني ايه؟ تعالى نشوف مع بعض القانون قال ايه في الجزء ده. طبعا الاجازات عندنا في قانون العمل عندنا اجازة الحج، الاجازة الاعتيادي او السنوية، عندنا كمان الاجازة العارضة، عندنا الاجازة المرضية، عندنا اصابة العمل، عندنا اجازة الوضع للعاملة، عندنا اجازة المخالطة. كل دي اجازات بايه؟ برافو عليكم اجازات باجر كامل. طيب اول حاجة تحدد السلطة المختصة ايام العمل في الاسبوع ومواقيته، يعني مواعيده، وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة على الا يقل عدد ساعات العمل الاسبوعية عن 35 ساعة ولا يزيد عن 42 ساعة. يعني الجملة دي على بعضها كده بتقول ان السلطة المختصة هي اللي بتحدد ايام العمل. يعني ايه السلطة المختصة؟ احنا عرفنا يعني ايه السلطة المختصة، قلنا ممكن يكون محافظ او وزير او رئيس هيئة او حسب الاحوال، وكلمة حسب الاحوال معناها المكان اللي انا فيه. السلطة المختصة دي هي اللي بتحدد عدد ايام العمل. يعني ايه؟ في بعض الوظائف، في بعض الجهات الحكومية بتشتغل مثلا بتشتغل 5 ايام في الاسبوع، في مصالح تانية بتشتغل 6، طبعا حسب الوحدة ما بتحدد او السلطة المختصة بتحدد. المهم ان القانون قال ايه؟ سواء كان تشتغل 5 او تشتغل 6، قال ان عدد ساعات العمل في الاسبوع ما تقلش عن 35 وما تزيدش عن 42. يبقى عدد ساعات الموظف لا تقل عن 35 ولا تزيد عن 42 ساعة. طيب هل في ناس ما بتطبقش عليهم الكلام ده؟ تعالى بقى نبص القانون. طبعا قانون الخدمة المدنية برضو بيستمد التشريعات بتاعته منين؟ من المجتمع. راعى البعد الاجتماعي في وضع القانون. يعني ايه يا مستر راعى البعد الاجتماعي؟ ما احنا لما نعرف دلوقتي القانون عمل ايه هنعرف. القانون خفض عدد ساعات العمل لمدة ساعة في اليوم لبعض الفئات. يعني ايه؟
يعني في يعني مثلا لو عدد ساعات العمل في اليوم 6 ساعات او 7 ساعات، الناس دي مش هتشتغل الستة، هننقص من الستة دول او الـ7 ساعة بس لمين؟ تعالى مع بعض نشوف القانون رعى مين في تخفيض عدد ساعات العمل. اول حالة عندنا تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار قد ايه؟ ساعة لكل من الموظف ذوي الاعاقة. موظف المعوق او ذوي الاعاقة هننقص له من عدد ساعات العمل كام؟ ساعة. ده كمان بص بقى القانون راح لابعد من كده، قال ايه؟ الموظف، خلي بالكم هنا يا شباب ويا بنات، لما اقول الموظف هنا اقصد بالاتنين، الموظفة والموظف، يعني ما اقصدش بالموظف اللي هو الراجل بس، لا، كلمة الموظف هنا في القانون معناها، تعريف الموظف في القانون ايه؟ كل من يشتغل بوظيفة واردها بموازنة واحدة. يعني ايه الموظف هنا؟ نقصد بيه الموظف سواء كان راجل او امرأة، كلمة الموظف دي. فاول حد هنخفض له عدد ساعات العمل مين؟ الموظف ذوي الاعاقة. طيب ومين كمان؟ الموظف الذي لديه ابن معوق او ولد معوق. يعني ايه؟ الموظف هنا مش معوق لكن عنده ابنه او بنته عندها اعاقة، القانون كمان خفض له ساعة. يبقى القانون خفض لاتنين، اول حاجة خفض لمين؟ للموظف ذوي الاعاقة. التاني بقى اللي خفض له كمان الموظف اللي لديه ولد او بنت معاقة. طيب في حد تاني هنخفض له ساعة؟ طبعا، تعال نشوف مع بعض. يبقى اول حد عندنا الموظف ذوي الاعاقة، رقم اتنين الموظف الذي لديه ولد من ذوي الاعاقة وذلك بموجب قرار يصدر المجلس الطبي. يعني الاب ده الموظف او الام الموظفة دي هتجيب قرار من التأمين الصحي ان عندها ولد او بنت معاقة عشان يتخفض لها عدد ساعات العمل. عندنا كمان مين كمان اللي بتخفض له؟ الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين. يعني ايه؟ الموظفة اللي بتقوم برضاع طفلها بتاخد حاجة اسمها ساعة رضاعة. يعني ايه ساعة رضاعة؟ يعني بنخفض لها عدد ساعات العمل بتاعتها وبنشيل لها ساعة من عدد ساعات العمل مقابل ان هي بتقوم برضاع طفلها. طب ده المدة مفتوحة ولا ايه؟ لا، لمدة عامين. يعني هي هتاخد الساعة دي لمدة عامين. يبقى عندنا كم حد دلوقتي بنشيل منه ساعة اللي بنخفض له عدد ساعات؟ نقولهم تاني مع بعض، الموظف ذوي الاعاقة، الموظف اللي عنده اعاقة هنخفض له عدد ساعات العمل ساعة، الموظف الذي لديه ولد او بنت معاق طبعا بنخفض له، بس بيجيب لنا تقرير من وحدة التأمين الصحي او التأمين الطبي الخاضع ليه. طب مين كمان بنخفض له؟ الموظفة التي تقوم بإرضاع طفلها. طب حد تاني؟ القانون بقى استحدث حاجة كمان، قال مين؟ قال الموظفة. هنا بقى حط كلمة الموظفة، ما قالش الموظف. ليه؟ لأن طبيعي دي هينطبق على الموظفة بس. ليه هنا بقى الموظفة بس؟ لأن الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل. يعني ايه يا مستر؟ الموظفة اللي بتجيب كشف طبي وبتقول ان هي حامل ابتداء من الشهر السادس للحمل بيتم تخفيض ساعات العمل لمدة ساعة. طبعا ده القانون اللي بيقول. يبقى عندنا كده 4 بيتخفض لهم ساعات العمل لمدة ساعة. مين هم الـ4؟ نقولهم تاني، ورقة وقلم واكتب معايا. الموظف ذوي الاعاقة، طبعا ده متعين هو معاق، فمعروف انه معاق فبينخفض له عدد ساعات العمل ساعة. مين كمان؟ الموظف الذي لديه ولد معوق، ولد او بنت معوقين، بشرط ان هو يجيب ما يفيد من التأمين الصحي. مين كمان؟ المرأة الموظفة التي تقوم، هنا بقى الموظفة موظفة مش موظف بقى، الموظفة التي تقوم بإرضاع طفلها بتاخد حاجة اسمها ساعة رضاعة، بنخفض لها عدد ساعات العمل لمدة ساعة. لمدة قد ايه؟ لمدة 24 شهر او عامين. مين كمان؟ الموظفة الحامل، الموظفة الحامل ابتداء من امتى؟ من الشهر السادس للحمل بتبتدي تاخد ساعة تخفيض من ساعات العمل. يبقى دول كده الاربع حالات اللي القانون حددهم اللي هيخفض لهم عدد ساعات العمل. طيب تعال نشوف مع بعض كده القانون قال لنا ايه. القانون قال لنا ان احنا عندنا حاجة اسمها اجازة باجر كامل، وكلمة اجازة باجر كامل يعني الموظف او الموظفة هياخدوا الاجازة دي وياخدوا عليها الاجر كامل.
بنقول يستحق الموظف أجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة مع منحه أجر مماثل أو أجازة عوضا عنها. إيه الكلام الكبير دوت؟ ولا كبير ولا حاجة. القانون بيقول إيه؟ القانون بيقول إن القانون إدى للموظف أجازة بأجر كامل. طب في إيه؟ في أجازات الأعياد والعطلات الرسمية. برضو يعني إيه؟ العطلات الرسمية اللي هي أيام الجمعة أو أيام السبت، دي اسمها عطلة رسمية. إيه الأعياد، العيد الكبير العيد الصغير، كل دي اسمها أعياد وعطلات رسمية. القانون قال إن الموظف هنا بياخد أجازة بأجر كامل، يعني بيقعد وبياخد الأجر بتاعه كامل. طيب هل يجوز؟ طبعا الكلام ده بيبقى طالع من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء، هو اللي بيصدر الأجازة دي. طيب هل يجوز إن احنا نشغل؟ آه طبعا، في بعض الوظائف الحكومية ما ينفعش ياخدوا أجازة في الأعياد مثلا، بس يعمل إيه بقى؟ يديله إضافة أو أجر مضاف على الكلام ده، يديله أجر على اليوم اللي هياخده ده، أو يديله يوم أجازة مكانه. يعني هيجيبني النهاردة السبت أو الجمعة أو يشغلني، يا إما يديني أجر مماثل ليه أو يديني يوم أجازة عوضا عنه، يعني بدل من الأجازة ديت. يعني لو الناس كلها أخد أجازة يوم الجمعة أو يوم السبت، وبعض الوظائف يعني مثلا مصلحة الضرائب في إقرارات ضريبية، فهيضطروا يشتغلوا يوم جمعة، ويوم الجمعة ده إيه؟ برافو عليكم، عطلة رسمية. لو الموظف بتاع الضرائب اشتغل في اليوم ده حاجة من الاتنين، يا إما بنديله أجر مماثل على اليوم ده، أجر مماثل يعني زي اليوم بالظبط، أو نديله أجازة عوضا عنها في يوم تاني، من حق هنا السلطة المختصة تمنحه أجازة عوضا عنها. دي اللي بنسميها أجازة بأجر كامل. طب عندنا ايه تاني من الاجازات؟ تعال نشوف مع بعض. اجازة العارضة، للموظف ان ينقطع عن العمل لسبب عارض. كلمة سبب عارض يعني ظروف طارئة الموظف ما كانش عامل حسابه عليها، لمدة لا تتجاوز 7 ايام خلال السنة، وبحد اقصى يومين في المرة الواحدة. نقف هنا بقى كده يا مستر، هنتلخبط لان عندنا اجازتين عارضة. اه انا معاك احنا عندنا اجازتين عارضة، بس هفكرك تاني وافكرك تاني. طالما انا بتكلم على قانون الخدمة المدنية يبقى بتكلم على الموظف، طالما بتكلم على قانون العمل يبقى بتكلم على العامل. هتفرق في ايه؟ هي الاجازة اسمها واحد، اجازة العارضة، لكن لو جيت لي في قانون العمل مدتها قد ايه؟ برافو عليكم، مدتها 6 ايام بحد اقصى يومين في المرة الواحدة. اما لو جيت لي في قانون الخدمة المدنية اللي هم الموظفين، مدتها قد ايه؟ برافو عليكم، مدتها 7 ايام برضو بحد اقصى يومين في المرة الواحدة. يبقى الفرق ما بين هنا قانون العمل والخدمة المدنية، القانون العمل بيخاطب العامل الذي يعمل في منشأة صناعية وخاضع لقانون العمل، اما قانون الخدمة المدنية بيخاطب مين؟ بيخاطب الموظفين التابعين للدولة والعاملين في الحكم المحلي والهيئات العامة. يبقى لما يقول لي عامل اقول له اجازة العارضة 6 ايام، لما يقول لي موظف وخاضع لقانون الخدمة المدنية اقول له اجازة العارضة 7 ايام، لكن في الحالتين لا يجوز اكتر من يومين في المرة الواحدة. ما اقدرش انا اطلب اجازة عارضة 3 ايام، سواء كنت في قانون الخدمة المدنية او قانون العمل، ما اقدرش اقدم على اجازة عارضة اكتر من يومين في المرة الواحدة. يبقى تاني، اجازة العارضة في قانون الخدمة المدنية بالنسبة للموظف كم يوم؟ برافو عليكم، 7 ايام. كام؟ 7 ايام بحد اقصى يومين في المرة الواحدة. لكن لو انا بتكلم، انا بعيدها عشان ما تنساهاش وما تنسيش، لو انا بتكلم على العامل الخاضع لقانون العمل يبقى مدتها قد ايه؟ برافو عليكم، 6 ايام. وفي الحالتين لا يجوز ان احنا ناخدها اكتر من يومين في المرة الواحدة. ده بالنسبة لاجازة العارضة. طيب هل في اجازات تانية؟ طبعا احنا عندنا اجازات للموظف كتير جدا. الاجازة اللي بعد كده، الاجازة الاعتيادية، ساعات بنسميها الاجازة السنوية. كلمة اعتيادية جاية من كلمة ايه؟ تكرار الاجازة ودوريتها، حاجة معتادين عليها. يستحق العامل اجازة اعتيادية سنوية. افهم من كده ان الاجازة الاعتيادية بتتاخد كل قد ايه؟ برافو عليكم، كل سنة. يبقى الاجازة الاعتيادية دي من حق الموظف ان هو ياخد اجازة اعتيادية كل سنة. طب يا مستر هتتحسب ازاي دي؟ هل كل الموظفين بياخدوا زي بعض؟
طبعا لا، امال على حسب ايه؟ حسب انا اقدميتي في الشغل، انا قعدت في الوظيفه قد ايه. طبعا كل ما اقدميتي زادت كل ما الاجازه السنويه بتاعتي بتزيد. طيب المدد دي بتتحسب بناء على ايه؟ تعالى مع بعض كده نشوف المدد دي بتتحسب ازاي. بيقول يستحق العامل اجازه اعتياديه سنويه باجر كامل، يبقى الاجازه الاعتياديه باجر ايه؟ كامل، لا يدخل في حسابها ايام العطلات. يعني الاجازه الاعتيادي دي ولا بيخش فيها جمعه ولا اعياد ولا الكلام ده كله. طيب ايه الشروط بتاعتها؟ وذلك على الوجه الاتي: 15 يوم في السنه الاولى وذلك بعد مضي 6 أشهر من تاريخ استلام العمل. الجمله كده صعبه شويه، نبسطها. بنقول ايه؟ الاجازه اول حاجه هيستحق الموظف 15 يوم. امتى؟ لو هو الموظف ده كمل 6 شهور بعد في السنه الاولى. يعني ايه؟ يعني طبعا 6 شهور ليه؟ احنا خدنا الحلقه اللي فاتت قلنا فتره اختبار الموظف لا تزيد عن كام؟ برافو عليكم، عن 6 شهور. قعدت من 6 شهور بعد كده ببتدي اخد اجازتي السنويه مدتها 15 يوم. يبقى هنا شرط ان انا اكون قعدت 6 شهور عشان اخد 15 يوم. طيب بعد ما قضيت سنه كامله بقى، خلاص انا عديت سنه كامله في الشغل بتاعي، بتبتدي اجازتي السنويه تزيد وتوصل لكام؟ ل 21 يوم. لمين؟ لمن اكمل سنه كامله. يبقى تاني لو انا قعدت بعد ال6 شهور الاولانيين للوظيفه اللي هي فتره الاختبار، اتممت كده 6 شهور باخد اجازتي مدتها كام؟ 15 يوم. كملت بقى وقعدت في الوظيفه سنه باخد اجازه 21 يوم. طيب وبتزداد ل 30 يوم لمن امضى 10 سنوات في الخدمه. يعني لو انا اقدميتي بقى زادت عن 10 سنوات باخد 30 يوم. وكمان بتزيد ل 45 يوم لمن تجاوز سن ال 50. يبقى اما سنك يعدي ال 50 في الوظيفه بتاخد اجازه مدتها 45 يوم. وعندنا كمان نقطه مهمه جدا: ويستحق الموظف من ذوي الاعاقه اجازه اعتياديه سنويه مدتها كام؟ 45 يوم. يعني ايه؟ يعني لا ينطبق عليه اللي احنا قلناه ده كله. هو الموظف المعوق، طبعا في حاجه اسمها حقوق المعوق، بندي له حقوق غير الاسوياء، من ضمن حقوق ان هو بيحصل على اجازه سنويه اعتياديه مدتها 45 يوم. يبقى نلخص كده الاجازه الاعتياديه دي، قلنا لو انا قعدت في الوظيفه بتاعتي 6 أشهر من حق اجازه 15 يوم، هتزداد لمده 21 يوم لو اكملت سنه كامله، هتزداد ل 30 يوم لو انا اكملت 10 سنين. كل من تعدى سن ال 50 هياخد اجازه مدتها 45 يوم. الموظف ذوي الاعاقه من حقه الاجازه مدتها 45 يوم. يبقى دي بنسميها الاجازه الاعتيادي. اجازه اعتيادي يعني ايه؟ يعني اجازه سنويه مالها باجر كامل. طب المدد بتاعتها ايه؟ نقول تاني المدد بتاعتها: لو انا قعدت في الوظيفه عديت فتره الاختبار اللي هي كام؟ برافو عليكم، اللي هي 6 شهور، من حق كده اجازه مدتها 15 يوم اجازه بسميها اجازه اعتياديه. كملت السنه كده من حقي ان الاجازه تزيد، وصلت ل 21 يوم. امضيت اكتر من 10 سنوات في العمل زادت، يعني كل ما اقدميتي بتزيد اجازه الاعتيادي بتزيد، باخد 30 يوم لو انا اكملت اكتر من 10 سنوات. طب لو انا عديت، لو تعديت سن ال 50 اجازتي بتزيد لمده 45 يوم. وقلنا كمان الموظف ذوي الاعاقه اجازته الاعتياديه او اجازته السنويه مدتها كام؟ برافو عليكم، مدتها 45 يوم. طيب هل في اجازات ثانيه؟ طبعا احنا قلنا الاجازات اللي باجر كامل كتير، تعال نشوف مع بعض الاجازه اللي بعد كده. الاجازه المرضيه: يستحق الموظف اجازه مرضيه عن كل 3 سنوات تقضى في الخدمه. يعني رصيد اجازتك المرضيه، يقصد هنا ان في القانون ان رصيد اجازتك السنويه بيتحسب كل قد ايه؟ كل 3 سنوات، هي عباره عن رصيد في الاجازه المرضيه. طب ليه بقى بيحسبوه رصيد كل 3 سنوات؟ هقول لك ليه. لان انت مسموح لك بمرض معين، تعديت المرض ده، خلي بالك الموظفين الاجر الوظيفي بتاعه هينزل لو تعدى نسبه معينه من المرض. عشان الكلام ده بقى كله عباره عن دايره كده، الدايره دي مدتها 3 سنوات وبعد كده بنعيد رصيد المرضي من تاني. طيب هل لو انا المرض بتاعي زاد عن مده معينه هل فعلا اجري الوظيفي هيقل؟
طبعا تعال نشوف مع بعض كده القانون قال ايه في الجزء ده. القانون كان واضح، القانون قال ايه؟ الثلاثة اشهر الاولى باجر كامل، يعني انا لو رصيد اجازات المرض دي 3 شهور دول هيبقوا باجر كامل، ما فيهمش مشكلة. الثلاثة اشهر التالية باجر، يعني لو غبت مرض تاني اجر يعادل 75 من الاجر الوظيفي. معناها ايه الجملة دي؟ معناها ان الاجر بتاعي هينزل بنسبة 25%. طب خدت مرض تاني الستة اشهر التالية باجر 50% من الاجر الوظيفي و75 من الاجر الوظيفي لمن تجاوز سن ال50. الكلام ده معناه ايه بقى؟ معناه ان الاجازه المرضي انت ليك رصيد معين في الاجازه المرضي، ليك رصيد معين في الاجازه المرضي. طبعا دي مجموعه من الاجازات، ويا رب النهارده تكونوا فهمتم حاجه، وبشكركم والسلام عليكم، والى اللقاء في حلقات قادمه ان شاء الله.